الزول ايد ما اسمع معكم حبيبتكم دهية اللي تحبكم قد الدنيا. اليوم جيت نوري لكم الموقع تاعي ونرد على كامل الاسئله تاعكم المتعلقه بالموقع تاعي ومتعلقه بطريقه الشراء في الموقع. اولا حاب نقول لكم شكرا على كامل الدعم تاعكم، وصراحه راني فرحانه بزاف. وهذا الموقع اللي راكم تشوفوا فيه راني حاس باللي يعني توفيق من عند ربي، لانه قدرني اني نحقق ان الاحلام تتحقق بالعزيمه. ما شاء الله بربي يوفقكم كامل كما درتوا تحققوا الاحلام تاعكم. دركا خلوني نشرح لكم الموقع تاعي. اولا كما راكم تشوفوا هذا هو اللوغو تاعي اللي هو الفراشه بالامازيغيه، الفراشه معناها فرطتو. كما راكم تشوفوا هنايا دركا هذه هي السله، هذه السله اللي لما تختاروا المنتجات وتحطوهم راح تلقاوهم هنايا. كما راكم تشوفوا دركا راه عندنا صفر لاني مازال ما اختارتش اي منتجات. وهنايا هادو مواقع التواصل الاجتماعي، كي تدخلوا هنايا تكليكي تخرج لك الانستغرام تاعي هاولا، ومن بعد كينا كنت كليكي في فيسبوك يخرج لك فيسبوك تاعي، كنت كليكي في اليوتيوب يخرج لك اليوتيوب تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا، ما تنساوش ديروا لي ابوني ولايك في اليوتيوب تاعي اذا كنت جديده معانا. كيما اولا راح تلقاو الصفحات، الصفحه الاولى هي صفحه دهية بيوتي. لما ندرك عليها هي اللي راكم تشوفوا فيها قدامكم، فيها مجموعه من الاعلانات وفيها هذه الصوره تاعي. ولما نهودوا تحت نتلاقاو المنتجات. الحاجه الاولى اللي راح تلقاها هي سوان 30% ميال، هذا اسم المنتج، هذا سعر المنتج. كما راكم تشوفوني درت لكم 30% تخفيض فقط لمتابعين دهية. هنا يا اضف الى العربه، هنا الكميه تاع المنتج اللي راكي حابه تديها، هنا شرح المنتج. هذا المنتج طبيعي 100%، يحتوي على اكثر من 30% من العسل الحر. العسل الحر هو العسل الطبيعي الاصلي، لانه في تونس العسل كلمه حر معناها حار. ولان هذا المنتج الطبيعي فهو متعدد الاستعمالات. نعطيكم مثال العسل، العسل وحده، نعطيكم مثال على العسل، العسل وحده عنده فوائد كثيره، ما عندهاش فايده وحده ولا زوج، انما هو متعدد الفوائد. وهذا هما راح تهودي هنايا تلقاي علاج مشاكل البشره، علاج حب الشباب، يحمي البشره من التلف، علاج الاكزيما، يرطب الجلد، ازاله العرق، تهدئه حروق الجلد، مقاومه الشيخوخه، تفتيح البشره، مصدر مضاد الاكسده، مضاد للجراثيم، مضاد للالتهابات، يرطب البشره بعد الحياقه. وهنا كيفيه الاستعمال، صح؟ هادو صوالح من بعد كي ندخلي وقرايهم في غرضك وتمعني فيهم. نروحوا للمنتوج الثاني. هذا المنتوج صنع خصيصا باش يكون لطيف على البشره، خاصه الناس اللي عندهم مشاكل في البشره، مثلا الناس اللي عندهم بشره تاعهم حساسه، بشره تاعهم زيتيه، بشره تاعهم جافه، بشره تاعهم مختلطه، اللي يكونوا عندهم الاكزيما، اللي يكونوا عندهم الصدفيه، اللي يكونوا عندهم الحب في الوجه تاعهم. هادو ناس البشره تاعهم حساسه، ما يقدوش يستعملوا منتجات كما الناس اللي على البشره تاعهم عاديه، لازم عليهم يستعملوا منتجات تكون لطيفه على البشره تاعهم وتكون طبيعيه وتكون عندها عده فوائد. على بيها انا خيرت انه الماركه تاعي وعلامتي المسجله ومنتجات اللي نصنعها انها تكون كلها منتجات طبيعيه طبيعيه 100%، لان المنتجات الطبيعيه عندها عده فوائد، مش فائده واحده ولا اثنين. والصفحة الثالثة اللي هي أسئلة وأجوبة. دركا راح نوريكم، راني رجعت للصفحة الرئيسية اللي هي دهية بيوتي. دركا راح نوريكم كيفاش تشروا المنتجات. المنتجات قد تدخلي منايا ولا تدركي في المنتجات، راح تخيري المنتج تاعك بعد ما تقري كامل الفوائد تاعه وطريقة الاستعمال وكل شيء، وتشوفي بلي يساعدك وكل شيء. دير هنا أضف إلى العربة، قريها هنايا أضف إلى العربة. شوفي اش غادي يخرج لك، يخرج لك هادي هنايا، راح تخرج لك العربه تاعك هنا الصغيره توري لك شمال المنتوجات اللي ضفتيهم للعربه. عندنا منتوج واحد اضفناه للعربه. لما تطلعي هنايا في البديه كانت صفر عدد المنتوجات، المنتوجات اللي اخترتيها كانت صفر، بصح دركا راهي واحد. وبعد كينا ديري التالي، تعاودي تختاري هذا المنتوج، دير اضف الى العربه، عاود تخرج لك بلي توري لك هادو المنتجات اللي اخترتيها، باه ما تغلطيش ولا باش تقولي اسكو هذا خيرته ما خيرتهش ولا تحتاري، راح يخرج لك المنتجات اللي اخترتيها والمنتجات اللي مازال ما اخترتيهاش. وهذا هو السيروم. هنا انا عندي فوالا، هادو هما المنتجات اللي خرجت لك. ودركا بعد ما خيرنا ثلاث منتجات راح ندرك هنايا اللي هي العربه تاعي، عرض العربه. بعد ما خرجت لي انه سيب راني خيرت المنتجات الثلاثه، راح ندير عرض العربه. راح تخرج
يخرج لك على هذا الشكل، انه المنتجات السعر تاعها عدد الكميه اللي خيرتيها. شنو غادي ديري؟ ديري متابعه الدفع. حبيباتي ارجوكم ركزوا معايا في هذه الخاصيه، انه متابعه الدفع، لازم تتابعي الدفع. راح تخرج لك تفاصيل الشحن، اولا البريد الالكتروني لتاكيد الدفع، انا كتب الايميل تاعك اللي يكون خدام ويكون توجد عندك الموت باس تاعه وتدخلي لها، لانه لما تكمل الطلبه تاعك راح يرسلوا لك رساله في البريد تاعك الالكتروني. هنا الاسم الاول، يعني غادي تكتبي الاسم تاعك مثلا اذا كان اسمك فاطمه، لاميه، ديهيا، وش هو الاسم تاعك. هنا كتبي اللقب تاعك اللي هو لقب العائله. هنا اكتبي العنوان، العنوان تاع البيت تاعكم، الشارع، اكتبي العنوان يعني رقم الشارع، رقم الباب، العنوان تاع البيت تاعكم. هنا كتبي المدينه مثلا الجي، قسنطينه، تلمسان، عنابه، يعني الولايه تاعك. انا مثلا وهران، راني كتبت وهران. انا خيري البلد الجزائر، راني دايره غير الجزائر. الرقم الجزائر، هنا الرقم البريدي، وهنايا وهنايا رقم الهاتف. البنات ارجوكم رقم الهاتف لازم تكونوا حالين الهاتف تاعكم، لانه لما يوصل لعندكم راح يعيط لكم في الهاتف باش ياكد معاكم انكم تجوا. ومن بعد كينا ديري متابعه، اكدي على انك ديري متابعه، هذه اللي هنا ديري متابعه، ماشي تكتبيهم وتحبسي، وانما ديري متابعه. لما ديري متابعه اش راح يدير لك؟ راح ياكد معاك. بعد ما كتبتي كامل المعلومات تاعك راح تخرج لك الفوكه في تفاصيل الشحن، تاكدي بلي غايه الغايه بلي كل شيء راكي كاتبه دهني شان. اثنين، طريقه التوصيل. التوصيل راح يكون بما انه اكثريتكم ما عندهم شكرت بنكي، انا ما بغيتش كامل نهبلكم، درت لكم الدفع عند الاستلام. مصاريف الشحن هي 600 دينار جزائري، اللي بالدارجه تاعنا هي 60000 سنتيم. ديري متابعه، لما ديري متابعه تخرج لك ثالثه، انه سنتصل بك في غضون الساعات 24 بلا 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 بلا. هذه تزيدي ديري متابعه وتخرج لك رابعه مراجعه وضع الطالب. هادو راهم يخرجوا لك باه ياكدوا معاك بلي ما راكي ناسيه والو، لانه بزاف بنات راكم تشوفوا راني ندير متابعه بزاف، لانه بزاف بنات يغلطوا، ما ينساو، اما ينساو العنوان ما يكتبوش، اما يكتبو غلط، اما رقم الباب تاعهم ما يكتبوش، اما الولايه تاعهم ما يكتبوهاش. فانا دائما باغي نركز معهم على انهم كل شيء يكونوا كاتبين هني الشرم. هنايا ضاع الطالب، حرزي تنساي هذه، ضاع الطالب البنات ما تنساوهاش. لانه بزاف البنات يشكون يقولوا لي دي هي ما ناش نعرفوا كيفاش، ماشي ما راكمش تعرفوا كيفاش، وانما ما راكمش ديروها صح. هنايا شوفي غادي يخرج لك شكرا لك للتسوق معنا، نامل ان نراك مجددا. هنايا سيبو تعرفي باللي راهو وصلك، سيبو. حتى شوفوا حتى تخرج لكم هذه، راكم تشوفوا فيها، حتى تخرج لكم هذه شكرا لك لتسوق معنا، تماك عاد تعرف باللي راك درت كامل الخطوات نيشان. يعني لو ما خرجت لكش هذه شكرا لك للتسوق معنا، معناها الخطوات راكي وحده فيهم ماكش دارتها نيشان، يعني متابعه التسوق ماكش دارتها نيشان. وبعد ما تخرج لك هذه باللي سيبو راكي حطيت الطلبة تاعنا، راح تروح للايميل تاعك. ومن بعد كي نروح للايميل تاعك راح تلقى انه الموقع ارسل لك رساله باللي راك درت الطلبة تاعك. فوالا هذه هي جد الموقع، جد بسيط، نتمنى انه يكون عجبكم. انا صراحه راه عجبني وراني فخوره به وراني فرحانه بزاف، والحمد لله على هذا التوفيق، والحمد لله على الدعم تاعكم والمحبه تاعكم. نقول لكم نحبكم نموت عليكم، وفي النهايه نقول لكم بلي راني متحمسه اني نشوفكم وحده بوحده لما ندير جوله في الجزائر من الشرق الى الغرب، راح ندير جوله في كامل الولايات. وصراحه هذه وحده من اكثر الصوالح اللي راني فرحانه بهم. شكرا، حبكم، مت عليكم، تهلاو لي في روحكم، وكما قلت لكم عمركم ولا تستسلم، شد في الحلم تاعك لان الاحلام تتحقق بالعزيمه والاصرار. مت عليكم.